بدريس هاد العود زين غادي يلعب الراجل زين غادي يلعب هذا العود. عرفتي اش كيتسمى الجمهور؟ اش كيتسمى بدريس؟ هذا هو العود الغشه اللي كيقول لي دالي عقلي ومشى. الحمد لله باقى الحاله هي هي. ولا لا خطينا على بعضياتنا المشاهدين، راه ما يدوم حال. لا اله الا الله، راه ما يدوم حال، راه ولاد الحلال هما هادو. شباب اللي عنده والدين وهما حيين يتهلا فيهم دايم الله. والله العظيم الخوت خطاوكم الوالدين. كاين دابا اللي ما عنده تريال وكان مهلي في والدي ومات والدي ودار لاباس وعدو الملايير وبغى والدي ما بقى باش يشري. وسنة سعيدة على جميع المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن. امين. الله يعاونك اخويا نزار. الله يسهل. تبارك الله احسن الخالقين. تحياتي لبودريس. الله يحفظك ويحفظ لنا الجمهور ديالنا العزيز. وسنه سعيده على الحباب. اياه. وكنطلب من الله تعالى كلشي للجمهور ديالنا واللي ماشي ديالنا واللي ما يبغيوناش كلشي يكون بخير وعلى. الحمد لله. ودابا ما قلتيش لنا في شادين الطريق مع هاد الحبيبات. ان شاء الله نمشيو للصفراء عند خويا عزيز. تحياتي لي من هذا المنبر. وتحياتي للدار كبيره وعزيز علي عم ادريس ومهلي فيا الصراحه هي هادي. كاينش طمع انا كنقول لكم كاين المعقول طمع والو. عزيز علي انا من الله كيما عزيز عليكم انا عزيز عليه هو. كيقول لك عم ادريس ما تطولش عليا بزاف وجي نبقى نشوفي. سبحانك يا عم راس العلا ولا وليداته. وبدريس هذا العود زين غادي يلعب الراجل زين غادي يلعب هذا العود. عرفتي اش كيتسمى الجمهور؟ واش كيتسمى بودري؟ هذا هو العود الغشه اللي كيقول لي دالي عقلي ومشى. سلف لي عقلي ومشى. هو هذا غشه. سبحانك يا جليل. هذا غشه زروال من تبارك الله من الخيول الاصيليه ديال عبده وحمر. من خيول عبده وحمر هما هادو الاصل ديالهم. الاصل ديالهم كانوا كيفرك بحال هادو كانوا كيفردوا عليهم بكري بودري. كيموتوا عليهم كانوا في مولاي عبد الله بحال هادو بزاف تاع الناس. كان واحد العود عدو الهلاله كيشبه لهاد العود كان في عبده كان نواحي المويسات عدو هلال في فخذ الله. سبحانك يا جليل. ايوا ما يدوم حال. سبحان الله. ايوا هما الناس الله يرحم الوالدين الكسابه الحباب اللي عدو شي عود مليح. الله يرحم الوالدين يطلق السلاله ديالو يخلي الاثار ديالو يدور. ماشي عندك عود مليح غتحسد هذا ما تهدش ليه غتحسد هذا ما تعش طيل عود الله تعالى غيعطيك. وخا تموت يقولوا هذا راه عود فلان الله يرحمه. لا ما تي كيقولوا هذا راه عود ديال ولد العود فلان الله يرحمه. دير على سترحم. ان هو الانسان الى كان في الدنيا يولد تريكه ويربي تريكه تخرج تريكه تلامه ترحم عليه والله حتى ديك الرحمه كتوصل حتى للقبر. كاين رحمه لما وصلت كتوصل للقبر وكم ملي كتسمع الله يرحم الوالد كان كتزادك تنقضى. كاين والدينا شحال من خطره كنقولها في الفيديوهات والله العظيم اللي خطاه والديه لا كيتقطع عليه العنق بالسيف. ان هو الوالدين ضربوا علينا تماره ضربوا علينا القهره سمعوا علينا اللي ما يتسمعش تعايروا وتضربوا وتهرسوا وطاحوا في الدروج وناضوا وضربوا العذاب على قبل الوليدات. ولكن تبارك الله كاين اللي وليداته خرجوا الله عمرها دار معاه كاين اللي ما جابش ليه الله السعد في الولاد راه فاقسين وديري لي العصاب ديري لي بزاف د الحوايج. ايوا لا اله الا الله. ولكن الدنيا هي هادي كلها وسويرتي. خاص خلاها با ادريس القنفود مع الثعلب قال لي با القنفود مع الديب مع الديب مع الديب مع القنفود مع الثعلب القنفود مع الثعلب قال لي القنفود طاح في البير ما لقى كيفاش وحل وي طلع لي الديب قال لي حرام حصلتي تما وقال لي سير تنبق والله كنت شو الزرده اللي كاينه هنا اش من حمام واش من دجاج اش تقول؟ والله العظيم الا رانا ناشط مد ليه ادلو هود الديب حيت ثقيل القنفود خفيف تم جاي طالع طالع هود الديب هود والقنفود طالع قال لي انت شتك غادي طالع قال لي الدنيا هادي شي طالع شي نازل شوف هاد الزمان اللي كنعيشو فيه حنا سي اشرف يا بودري الراجل ولا كيخرج الضحكه بزز كاين والله تا كاين امين خل هاد السنه ان شاء الله تدخل بالهنا
امين. ما بقينا باغين والو، بغينا عالسلامة، ما باغين فلوس، ما باغين دنيا، ما باغين والو، بغينا هاد السعاد العام. ناس ولات باغا تاكل وتشرب، ما كاين انا لله وانا مات الله يرحمه، الله يرحمه، ما يدوم حال داكشي اللي كاين. ومن هاد المنبر كنطلب الله تعالى يفاجئ على الجميع. امين امين. على هاد الفيديو ان شاء الله يكون بالشفاء لجميع العالم، ماشي على المغاربه، المسلمين جميع العالم. اي واحد كيقول لا اله الا الله، خلق الله وكيقول لا اله الا الله، الله يجعل الله يكون معه. امين. وخيار دعواتنا سر. الحمد لله رب العالمين. سير على مولانا ابو ادريس. طريق طريق فين دابا ابو ادريس؟ طريق الى الصفر، وتحيه الناس صفر، وغادي عاد خويا عزيز عزيز عليا والله يعمر دار، وصديق ديالي، والله يجعل الخير ديالو يفيض عليه، والله يسهل عليه ويعاونه في الدنيا والاخره. امين امين. اخر الدعوه يعني الحمد لله رب العالمين. ده عزيز ما حيبه كيما عزيز عليكم انتم، عزيز علي عمي ادريس، هو لينا بحال العائله سبحان الله العظيم. والله العظيم الله عمرها سلعة، راه والله كيشهد عليا، الا داير عليا بحالاش الله يجعل الله تعالى يعطيها صحيحته. امين امين. يلا الخوش دعوا معنا بطريق السلامه ان شاء الله، والله يدير الخير. ادريس مريحين كنتغداو ويلقى واحد من القدام كيعاود. نوستالجيا. الله يدير الخير. اصاحبي راه هو من المتتبعين ديالنا. الله يحفظك ليا، الله يدير الخير. حنا كنوجدوا الغداء لبو ادريس. الله يعطيك الصحة، داكشي هو هذاك. صحتكم اسيدي، صحتكم. الله يحفظك اخويا، الله يعطيك الخير. صحتكم. الله يحفظك. صحتكم. الله يحفظك. انا طويجنات اخويا، ما كاين الله يدير الخير. راه شنا تبارك الله. الله يسهل عليك، الله يجيب تيسير. الله يحفظك. ابو ادريس صحابك هاد الناس هذا؟ هذا راه ولد صاحبي، هاد المحل ديال ولد هريمش العربي. أيه. ولا دوزنا انا وياه مبارك الله يرحمه حسان والحاج هريمش بنفسه. لا اله الا الله. القديم وطيف من ليلو، ملي كانت الوقت زينه، المحل ديال ولد هريمش. تحيه صاحبي. الله يحفظك. الله يسهل عليك، الله يجيب تيسير. مرحبا ودي ابو اجل. الله يحفظك ليا. تحيه لعمر. ابو ادريس. المعقول راه ما خاصوش يبرد. واش ولا برد راه صاحبي. واش قال ستاتي؟ دخلوا كلكم. ولا مناقص منكم. تشوما الخوت ها الحباب. سي مصطفى شتي؟ قال لك تحيه لخويا مصطفى. كيداير اخويا بخير؟ بخير. هاني. الله يحفظك. هذا راه من المتتبعين ديال الوالد، راه المحل ياك هو هذاك. اييه هو هذاك. اخويا. حنا جايين. وجد القهوة، عدو قهوة تما. بصحة وراحة. عدو قهوة تما حدا البياج ديال السلاياك. والله يسهل عليك، الله يجيب لك التيسير. مالي لينا شوية في بودريس ولا والو. الله يودي. الله يحفظك. عدو العود هو هنا. ومربي العود عندك العود. والله يصلح، الله يجيب التيسير. الله يسهل عليك اخويا. هاتوما ولله الحمد الخوت. ابو ادريس راه الحباب راه من طنجه للقويره. هذا صاحبك؟ هذا صديق ديالنا وكنزوروه ديما مسكين، والله عمرها دار لا هو لا وليداته. ها اللي فيا حيد حيد، خلي شوف الجمهور. هاتوما اش كرفس راسو مسكين، اش محن راسك اخو. عزيز وغالي صاحبنا. الله يحفظك ليا، الله يربحك. الله يحفظك. كنا صغار كنتبع عند بو ادريس، كان الخميس بتاع السلع. كان الخميس بتاع السلع كان يجي ويشوفونا. والحمد لله باقى الحالة هي هي. ولا خطينا على بعضياتنا المشاهدين، راه ما يدوم حال. لا اله الا الله، راه ما يدوم حال، راه ولاد الحلال هما هادو. هات انت مسكين. الحالة ضعيفة والنفس حارة. المولاد الماء بغا يطلع عمر الرزق ما يخطا. واحد القضيه اشرف، اقسم بالله شي غنرجعوا عنده وغادي تشوف وتشوف العود ديالو. الا تقول هذا العود عايش في قصر. يلا يلا. لا والله الا غادي نسافروا، والله الا غادي نسافروا. رجعوا غدا ان شاء الله. والله عيط عليا مزال. وكنشكروك اخويا على حسن الضيافه. وتحيه الناس لا، وتحيه الناس سيدي حميده، وتحيه الناس ديال عامر وديال السي سهول، وتحيه المسكين والحد بو القنادل
وصحاب قنيطره والرباط وتماره رجع الوليد والرباط وتماره وعين عوده وعين عوده خيرات خيرات وكل خيرات وعين عدي والله يدير الخير والله يعاونك اخويا الله يخلف عليك الله يحفظك ابو ادريس وصلنا بالليل خساره كنا بغينا نوريو الجمهور ايوا كل ساعه وساعه تاع ابو عمر اشرف لا اله الا الله وساعه وساعه وغدا ان شاء الله ابو ادريس غدا ان شاء الله نفوجوا مع الحباب وراسنا سعيده وان شاء الله اللي طلب شي غراض يتقدى ليه ان شاء الله من هذه الساعه الله يدخلها علينا بالهنا امين امين ابو ادريس والله يحفظ الجميع من مساخيط الوالدين الوالدين والله يدير الخير والله شوف جمهور كريم اياب الحباب اللي عندو والديه وهما حيين يتهلا فيهم دايم الله والله العظيم الخوت خطاوكم الوالدين كاين دابا اللي ما عنده تريان وكان مهلي في والدي ومات والدي ودار لاباس وعدو الملايير وبغى والدي ما لقى باش يشريو عندو الفلوس عندو الفلوس باش يشري اي ثمن ولكن ما لقاش والدي فين اللي عندو الفلوس ولاح والدي الله يسر العيب وتفخر وبغى يرد والدي ولكن وبغى يرجع يشوف والدي ولكن ما بغاش ليه الله دايم الله هاد الطابع ديال الوالدين حتى هو عرزق كاين اللي كيتهلا في والدي كنعرف انا السيد مالي في امو كانت كدير عدو الدياليز قسما بالله وخربت تموت اها وقال خوتو تعالوا يومكم راه انا حتى انتم شوفوا شوفوا الحراره خوتو ما عندهمش جابوها ما تتعدم استقوموا لي مدين الخبيزه ايه اش غادي ما بغاش ليه الله ما عندك ما شوف اللي عنده شي خبيزات شي بركه يتهلا فيها يتهلا لا اله الا الله ما يدوم الا وجه الله داكشي اللي كاين سمعتيني حنا كلنا هادشي اللي ما كلشي غادي يموت ما غيبقى حتى واحد الانسان يرد الذاكره شويه داك انت غتاكل 100 كلها 20 كلها 10 وهذيك العشرة اللي كلتيها بالخاطر غادي يجعل لك الله فيها البركه ما كاين حتى حاجه في الدنيا 2023 الله ينجينا وينجيكم من سخيط الوالدين بدري صباح الخير صباح النور سي اشرف والمشاهدين ديالنا الاعزاز اللي كيحبونا اللي داخل الوطن وخارج الوطن والحمد لله حنا وصلنا وعندك الدعوات ديالكم اللي كانوا معنا ايوا حنا عند خويا عزيز دار كبيره وعزيز علي انا بزاف ومهلي فيا بزاف وعزيزين عليه الخيول وعزازين عليه الدراوش ودابا حنا رحنا في الصفرو دور الكاميرا يا ابو ادريس احنا عنده في المحل وعنده الخيول غديرنا شي جوله مع الخويلات ابو ادريس غادي نديرو جوله مع الخويلات هو هذا عزيز عليه الحيوان يوكلوا ويشربوا ما هو تاجر ديال الخيول ما هو تا حاجه غير عشاق مسكين وولد باب الله والله يعمر راس العاله هو ولا وليداتو وتحيه الناس صفرو تحيه الناس صفرو لا عندكم وتحيه الناس فاس اللي كنجي عند الناس فاس ولا هادو تبوده ولا توريرت ولا هاد الناس ديال قرسيف ولا هاد الناس ديال المهم هاد النواحي هنا راه كيتهلاو في عمي ادريس وتحيه الكبير والصغير تحيه الناس العاصمة العلمية وحنا غنشوفوا الخويلات ديال سي عزيز سير على مولانا ابو ادريس سليماني مليح ابو ادريس حل الجمهور حل الله يبارك دور فارقان ياك ضروري رانا مصيم على لونطريم تبارك الله عدو التهلا اش تبارك الله هذه الساقيه اللي كتقولوا بو ادريس هي هذيك كتسمى ماشي الساقيه هذيك كتسمى القزره هذا هنا لا رياش لا رياش لا رياش
ايوا الساقيه هي هذه الساقيه سد بها اجي نوري لك الشاهد. يا دي عندك السحاب بودريس هذه هانت مشاهدين ياك حنا جينا على غفله والله الا على غفله القمح والشعيره تبارك الله هانتم شوفوا باش ما تقولوش عمي ادريس راه كذاب ماشي درنا هادشي باش نوريه لكم والله الا على غفله قسما بالله هو شيط عليك تبارك الله شي الناس الله يعمر اسلع ومزيان الركوب دابا بودريس مع التال شوف لا لا هادو عندهم هنا ما كاين على لونطريمون مزيان الله يسهل دور الله يسخر الناس بكري العلف ديال الناس بكري راه هو الشعير والقمح كان الخير موجود الشعير والقمح اليوم كيعطيه باناشي باناشي طز باناشي والله يدير الخير باناشي راه كيديروا فيها الملحه والله يدير الخير انت شو زرك تبارك الله رجلنا ضعيف هذا راه الجمهور راه كيشوف رجلنا ضعيف هذا دور والله الا رجلنا ضعيف هذا ميت تبارك الله شوف تعلم رقد واحد عبار واحد ديال الماكله اللي كياكلوها الخير نفس لاطاي وحده كاينه ما شاء الله والعقاله بودريس العقاله وحنا راه سلعه بودريس عاقله انا راه ندري واش شي تبارك الله ما ادري كاين واحد اباني زار تحياتي زار تحيا لك تبارك الله مهلي في العود تبارك الله على اباني زار الله يدير الخير هذا صاحبي كان يزار هذا هو بيلاد هذا مزار الله عمر هذا وراه مالي في عمي ادريس هذا عزيز علي وني زار كاين المفاجاه عاوتاني دابا راه شتي العود باش تحداني الزريقه راه خطير الله يسهل هذا راه عزيز عليك هذا العود الوالي دور تلقاهم هذا راه كنخرج بيه ديالي زين غير هو سخون كيضرب و راه عاود راه عاود حي كيتسمى وين الجرا ما كاين انا ما كنتش عليك حتى شي عاود ما شفتو بحال هاد الجرا وكذا ديالو حتى كيشوف فيا الريحه شوف ما يخليكش تركب عليه حتى تكون نتايا كيشوف قادر تركب عليه كيشوف فيا الريحه سبحان الله وراه شي بودري شحال هادي مشي شحال هادي مشي هذا راه فيه شي نشان راه يا سلام بودري لا اله الا الله تبارك الله تصور حي خاصك توري الجمهور زريقه بودريس اري 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 سير على مولاه تبارك الله مهاراتي تهلا تا هو بودريس هادي هي الساقيه اللي قلتي لينا ياك بودريس هذيك الساقيه هي راه ما كاينش زغبه بيضاء بودريس هذا راه دهم دوري يجي هذا كيتسمى دهم دولامي دهم دولامي زعما كاينه بحال الظلمه ظلمه لا اله الا الله عاشيرك يا عمي تبارك الله الخير خير الشيط عليهم القمح والشعيره الشيط الشيط كله حيت شبعوا تبارك الله الحمد لله والله يدير الخير امين الله نجاوب بودريس هذه راه المشاهدين هذه راه كلها سلعه بودريس تبارك الله الدهمة تبارك الله مليحة عادي تكون بالوريقات بودريس بالوريقات هادي اش بودريس هادي تكون فريزون هادي فريزو هادي فريزو زيد هادي فريزو سبحانك يا جليل انا البودريس اعز لراس عندي هي الفريزون هادي فريزو واش كيبان لك حتى في الفريزون بودريس في الفريزون راه كاين فيه وفيه حتى هو كاين اللي جميل كاين اللي كيبان لك كاين اللي جميل وكاين اللي راسه بحال طارو راسه غليظ وهذا ولكن اللي جميل هو يكون رويسو صغير ويكون عنده العمق ويكون عنده العمق حيت هو الوالد هو احسن حوايج فيه هو اللون والعمق هو اللون سبحان الله العظيم فيه بودرو حتى هو اللون فيه دولامي اش هادي راه باقا جدعه هادي تبارك الله راه يلاه عندها شي عامين دابا باقا ما وصلاش عامين كاع ما شاء الله ما شاء الله هاد جديعه بالوراق هادي عاقل عليها حتى هي بودريس هادي غدير واحد الكولور ولا كتقول لينا بودريس وملي غيبياض لها شعره قلتي لينا هو نور الفول هادي راه زرقاء ماشي هذه راه زرقاء تاعي هذه الرجل انت هي ملكيه ايوا
تبارك الله، الله يصلح الجميع يا رب. بودريس بحال دابا ديك الجدعه اللي غادي بياض ليها تابعه وغتبقى كحله كيتسمى نوار الفول. هذيك دابا كتسمى نوار الفول. دابا نوار الفول مشاهدين هو يكون الكولور زرق وتابع بيض والعرف بيض. راك تبعتي واحد جدع بحاله. كتبعته هذا كان شاد مليح باقي باقي عندنا مليح. يلا سير على مولانا. ايوا هو محبوب الجماهير انا. حنين مسكين. بسم الله ما شاء الله تبارك الله على نزار. هذا هو اللي كنتي قلتي كان قلب عليه فيما كان. والله الا قلبت عليه. الله يسهل الله يجيب شي سير. اش سهل تبارك الله الله يدير الخير. با ادريس راه باغي يورينا المليح. يلا نمشيو عند دوبا نيزا. هذاك هذاك سي اشرف اش كيتسمى؟ هذا اش كيتسمى با ادريس؟ هذا كيتسمى غشا. غشا هذا هو الغشا. واه هذا هو اللي كيقول لك سلب لي عقلي ومشى. هذا هو اللي كيقول لي عاود الغشا سلب لي عقلي ومشى. هو هذا الغشا. يا الله يدير الخير. وتحيه الناس حمار وعبده هما اللي معروفين بهذا اللون. با ادريس الله يسهل على الجميع. بارك الله. هادشي المليح المليح ديال بصح. هذا بودري والكويره دولامي والكويره كويره كحله كويره كحله والشبا. بسم الله ما شاء الله تكرو الله الخوت الله يرحم الوالدين. اربعين جي حدا جي حدا بودري سر الجمهور كيصاحبو قليل. هذا هذا عاود هذا هو البلدي. عاود بلدي من الخيل الاولى. هذا عاود بلدي من الخيل بلديه بلدي بلدي دوريجي بلدي. هذا العاودي كيكونوا عدوا من هناك من هنا غلاط. كيتسمى بلدي. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. الله يصلحه. امين امين. اش كاين؟ او او انت شو الخيوله تبارك الله عاش عيط عليهم. قال لك دار الخيل دار الخير. الله ربي الله ربي ما يخيب هذا الراجل بالله قسما بالله. الله يدير الخير. يعني كيكرم الخير ما يخيبش. اللي كرم الخير وكرم الضيفان كرم الخير. ورا الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على الضيف ابو ادريس. شوف اللي كيكرم الخير ويكرم الضيفان والحمد لله مولي الخير معروف عليه مع الكرم. كاينين شي ناس اللي زادوا هاد اتى وخير ديال الزمان وداروا الخير وعندهم الفلوس والله العظيم كنعرفهم وماشي كرامة كيشوفوا الضيف حيت ما عارفينش الاصل. ابو ادريس الناس بكري وتحيه الناس ولاد سعيد. كان واحد يقول لي الحاج الحطاب كان تيخرج في العشيه ويقول هاني بغى ياكل ماكله في سبيل الله. والناس ولاد سعيد قسما بالله والحواله مذبوحه الغنم تبارك الله والخير داز مع الناس. والله يدير الخير. شوف كاع اللي كيكرم الحيوان ويكرم اللي ما عندوش يقلب على الناس اللي ما عندهمش يكرمهم. ربي كيكرمو كيكرمو في الاخره وفي الدنيا. لا اله الا الله. وتحيه الناس الكرامة صحاب دراوش. الله يدير الخير. الله يقتلناها مع دراوش. امين. وتحيه لدراوش. الله يدير الخير. قولوا عليه الجمهور بزاف هذا. عرفتي هذا العود؟ اييه. قولوا عليه الجمهور. بسم الله ما شاء الله. انا ضاربو البرد شويه. ها حيت دابا الوالد كان في واحد في واحد البيئه سخونه. هو راك تعرف فين كان. ودابا هذا بيعونا صغير. فين بعتيه باش يعرف الجمهور؟ هذا بعته في حمر. فين كان مشى؟ بعته في حمر. بعته في سيد المختار. تبارك الله. بعته صغير في سيد المختار. تبارك الله. ايوا تحيه للناس سيد المختار وتحيه للناس عمر. وهذا اللون اش كيتسمى ابو ادريس؟ هذا كيتسمى صنابي كعب غراب. صنابي كعب غراب. صنابي كعب غراب. اييه. سمعتيني؟ ابو ادريس. واللي بغى شي لون يسول عليا ونعطيه السميه ديالي. هذا كيتسمى كعب غراب. كعب غراب. صرار كعب غراب. بسم الله ما شاء الله. وكاين صفر شمشي وكاين صفر محي وكاين صنابي. صنابي هو هذا. هو داك اللي كيكون ابو ادريس عرفو بيض.
هذاك هذاك كاين اللي كاين كاين اللي كنقولوا ليه محي كيكون بحال الذهب لا كيكون صفر كثير اه وعرف بيض وكاين اللي كيكون صفر باهت هذاك هو الصنامي هذاك هو اللون الزين سبحانك يا جليل اه هات السلاح هات السلاح الخيورات الخيورات هات لا اله الا الله تحية النزار راك مالي تحية من هذيك الجلد راه في منك يا عمي زدت لهم هنا كرفه وزدت لهم ايوا ماشي مشكل سيما كان مركوب كان مركوب هذيك اه كان مركوب ايوا هاك بركي هذا راه تاهو راه في واحد النخوه مالك يا بو هذا واحد النخوه يا سلام وهذا العود اللي كيكون مشعار بحال هكا بدريت بزاف اش كتقول هذا كنسميو حنا بركي هلالي بركي هلالي اه هذا كيتسمى بركي هلالي تبارك الله هذا برقي هلالي هذا بديك حلاه هذا برقي هلالي كيتسمى برقي هلالي كيف قال بودريس برقي هلالي ايوا لا اله الا الله برقي حرام هلالي او بودريس اه وقيلا غنكون وصلنا لنهايه الفيديو ايوا تنطلبوا الله تعالى اييه يكون هذا العام علينا بالربح ويبعد علينا الله الوباء امين وين يجيني الله الناس الكبار بغينا ما نبقاو نشوفوا فيهم ديما بخير وعلى خير ما نبغيوش ليهم الالم وهاد الصغار الله يهديهم يتحانوا مع بعضياتهم ويكون كل شيء بخير وعلى خير وتكون المحنه وشي يعطف على شي وما يبقاوش يضاربوا وشي ما يضربش شي راه الانسان كيوقع عليه المشكل كيضارب كيضرب الانسان كيدخل الحبس كيندم كاينه الانسان خاصو يصبر راه خاصو بنادم يصبر ويتحان مع بعضياته كنطلبوا الله تعالى هذا العام تكون فيها المحنه المحنه راه هي الصيف هي الحياه هي الدنيا هي الحياه كلها هي المحنه صبر صبر عايرني شي واحد نصبر راه واش هذا المعيور يدير لي انا كاع ملي ما غيدويش مع راه غيندم المعيور ضربني كاع ناكل الدقه ونزيد الناس ديال بكري راه ما كانوش بحالكم حنا كنا نشوفوا الراجل الحمام نحكوا ليه وصله محطوطه في الباب تحطها المراه تخرج تحطها الديوار كان ديوار الفران الراجل في الحمام نحكوا ليه اليوم ما بقاتش هذيك العاده راه كيقول لي سير في حالاتك عجيتيني كبير والله يتن لا اله الا الله الراجل الكبير يحتار مرا كبيره تحتار ما بقاش المغرب هو لا اله الا الله وحشومه هادشي راه عيب الناس اللي كيديروا فيه الوالدين الوالدين عباد الله الوالدين راه شجره عظيمه راه الله تعالى وصى على حاجه راه وصاك على والديك ولا تقل لهم اوف ولا تنهار وكنطلبوا هذا العام يدخل علينا بتيسير والله يهدي علينا بسخيط الوالدين امين امين الله يدير الخير وبهذا الخوت كنا وصلنا مع نهايه الفيديو خويا نزار كنشكرك على التهلا راك في المستوى ونزار شوف في المستوى تبارك الله نزار هاد الوليد باه شوف عزيز عليهم انا هو العقل ديالهم قسما بالله ماشي كنقول بحالكم على قبل الفيديو ولا راه كنقول لكم انا اللي محبه متبادله فيريتي الفيريتي الله يجينا ونجيكم من المساخيط الوالدين اللي كيصوتوا والديهم وما غاديينش والديهم سلعه زينه سلعة مرضية الوجه يوريكم الله يحفظك الله يحفظك وباه الرجولة وتحية الناس صفر وفاس الله يدير الخير خويا نزار كيف ما قلت لك كنشكرك على التهلو داك الشيء راه في مستوى تبارك الله والله يدير الخير هذا الشيء اللي نقول وجد راسك وجد رمى الهلال للسباق راه فرانسيسكو راه بارك وكيدقدق في عباد الله شوف هذا اشرف معاه كيتهدد في فرانسيسكو كيف قصني دابا وقيلا غنتحزم ليه ايوا والله يدير الخير ونتلاقاو في شي فلوق قادم ان شاء الله وساعتكم سعيده والله يسهل على الجميع ويا اشرف ابو ادريس بلاتي ما تقطعش وتحيه للجدارميه والبوليس ديال فاس جدارمية والبوليس ديال فاس راك معلم ديال المغرب كامل ديال المغرب كامل تحية للجدارمية والمخزن والبوليس والشباكون والقياد والعمال ديال المغرب كامل والله يخلي لنا ملكنا وتحية للكبار والصغار والله يخلي لنا مولاي الحسن امين امين الله يبارك وسنة سعيدة على جميع المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن امين الله يعاونك اخويا نزار الله يسهل you
ايوا الخوت الفيديو ساله. الا عجبكم الفيديو خليوا لينا واحد لايك وكومونتير وبارطاجيوه مع الحباب، واللي ما مابونيش معنا في الانستغرام يتابونا، السميه راه هي هذيك والرابط راه في صندوق الوصف. الى اللقاء الى فلوق اخر ان شاء الله.